مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حوار بليس. نكمل حديثنا مع المهندس خالد اللباه، ومهندس مدني مهتم بعلم الفلك. في حلقة الليلة نتحدث حول المجموعة الشمسية، الكواكب المؤلفة لهذه المجموعة، ما هي مواصفاتها كل على حدة. وأهلا وسهلا بك ضيفي الكريم، ونتمنى لكم أيضا مشاهدي الأعزاء صوما مقبولا، وأن تكون أيامكم فائدة ومع كلها معلومات. دعنا نتحدث حول المجموعة الشمسية. أولا، المجموعة الشمسية هي المجموعة المؤلفة من 9 كواكب تدور حول الشمس. طبعا بالقديم كانوا يقولون هم 9 كواكب، ولكن الجمعية الفلكية العالمية قررت أنهم يعودوا لـ8 كواكب. تم إلغاء بلوتون من كواكب المجموعة الشمسية، لأنه تم وضع تعريف الكوكب المجموعة الشمسية، يعني تم وضع تعريف للكوكب. الكوكب هو عبارة عن جسم يدور حول الشمس، جسم كروي يدور حول الشمس ولا يشاركه في مداره جسم آخر إلا جسم تابع له كقمر تابع له. ونتيجة للتشابه بين بلوتون وقمره شارون، لأنهم بنفس الحجم تقريبا ويدورون بنفس المدار حول الشمس، تم إلغاء بلوتون من كواكب المجموعة الشمسية. والآن أصبح لدينا 8 كواكب من المجموعة الشمسية، هي عطارد والزهرة والأرض والمريخ والمشتري وزحل وإيرانوس ونيبتون. تم إلغاء بلوتون. طيب، ما هي مواصفات هذه الكواكب؟ طبعا هذه الكواكب كل كوكب عنده مواصفات. طبعا دعنا نبدأ بعطارد. مثلا عطارد هو الكوكب الأقرب للشمس، يبعد عنها حوالي 50 مليون كيلومتر. السنة في عطارد 98 يوم، يعني الشمس تظهر على عطارد مدة 98 يوم، لا تغرب عنها مدة 98 يوم. يعني عطارد لا يدور حول نفسه ببطء. هذا يعني أن فيه عنده جانب منه حرارته عالية، وعنده جانب منه برودته شديد، لا يوجد له قمر. يعني وماذا عن بقية الكواكب زهرة؟ طبعا عطارد درجة حرارة، وهل هناك رحلات استكشافية وغزو لها؟ طبعا نتكلم عن عطارد. عطارد نزلت عليه فواياجر 2، هي اللي اكتشفته، نزلت عليه درجة متى؟ في السبعينات، سبعينات القرن الماضي، ودرجة حرارته 450 درجة مئوية في الجزء الجزء اللي صادع للشمس، وفي الجزء اللي غير موالي للشمس درجة حرارته ناقص 260 درجة. يعني ما بين الحرارة الشديدة والبرودة الشديدة. طبعاً والبرودة الشديدة. يتميز هذا الكوكب بكثافة صخور، معناها أنه جاذبيته تقريباً أقل من نصف جاذبية الأرض، يعني حوالي 3.56 أو ما إلى ذلك. ننتقل إلى كوكب الزهرة. الزهرة طبعا هو كوكب هو أقرب كوكب للأرض. يتألف من غلاف جوي من غاز الكبريت. نزلت عليه أول بعثة فضائية هي سوفيا بنيرا عن طريق الاتحاد السوفيتي. مشكلة هذا الكوكب أن غلافه الجوي يسمح بدخول أشعة الشمس، غير ما يسمح بخروج أشعة الشمس. بالتالي هذا يؤدي لاحتباس حراري غير مسبوق، احتباس حراري عالي، درجة حرارته دائما 450 درجة مئوية من جميع جوانبه. وسطح الكوكب سطح نشط جدا من براكين وزلازل وما إلى ذلك، يعني درجة حرارته تسمح بصهر الرصاص. ومن المستبعد أن تكون عليه حياة. طبعا عطارد والزهرة من المستبعد أن توجد عليهم مياه بعض الجاب، طبعا قال الله تبارك وتعالى من الماء خلقنا كل شيء حيا، من المستبعد أن توجد عليه مياه نظرا للحرارة والسخونة، نظرا للحرارة العالية المستبعد أن توجد عليه حياة. دعنا نتجاوز الأرض يعني الأرض دعنا نتحدث عنها كوكب ثالث. إذا أردت أن تتحدث عن الأرض مثلا، الأرض طبعا الأرض كوكبنا والذي نعيش عليه، عنده القمر تابع، عنده القمر يبعد عنه كوكب يبعد عنه 384,000 كيلومتر. هذا القمر البعض يشوف القمر على أساس أنه يضوينا في الليل، ما عنده أي دور. القمر طبعا دوره في حياتنا جذري جدا. سنتي إلى دور القمر. الأرض، دعنا نتحدث عن الأرض، ملامح الأرض.
بالنظر إلى بقية المجموعة. طبعاً الأرض عندها بعد عندها مسافة عن الشمس سمحت بتشكل حياة. يعني ليست حارة جداً وليست باردة جداً كبقية الكواكب. وهذا سمح طبعاً بتشكل حياة عليها. طيب وماذا عن المريخ؟ المريخ هو رابع كوكب من حيث البعد عن الشمس. يعني طبعاً هو كوكب بارد. عنده تابعين قمرين موبيبوس ودايموس. درجة حرارته طبعاً بارد جداً. لا يتعدى 23 درجة مئوية وينزل إلى 160 درجة مئوية. جاذبيته أقل من جاذبية الأرض يعني حوالي 5 طبعا ووصلوا عدة بعثات استكشافية وفي الأخير في مؤتمر النازا في أكتوبر الماضي سنة 2015 أكد وجود مياه على سطحه. وطبعا يتميز هذا الكوكب بوجود أكبر مرتفع جبلي في المجموعة الشمسية هو جبال أولمبوس. سبب تسميته بالكوكب الأحمر إنه سطحه يتألف من أكسيد الحديد الأحمر. وبالتالي أصبح واضح. وأنا تعرفنا على هذا الكوكب في الحلقة الماضية. فماذا عن المشتري مثلا؟ المشتري طبعا هو الكوكب اللي بعد كوكب المريخ. هو أضخم كواكب المجموعة الشمسية. عنده قريب من 35 قمر ولكن هناك 4 أقمار اكتشفهم غاليليو في القرن 19 هم أهم أقماره هم آيو كاليستو وغانيميد وأوروبا. طبعا هذا الكوكب عبارة عن كوكب غازي ما هو كوكب صخري. يتألف إذا كانت هناك صخور داخله فكتلة صخرية قليلة عبارة عن كوكب صخري. دوره هو جذب المذنبات والأجسام اللي ممكن طبعا هذا الكوكب أنقذ الأرض كثير من الأحيان نتيجة جذبه للمذنبات والكويكبات اللي كان محتمل أنها تصدم الأرض. طبعا يعني أن المشتري هو حامل المجموعة الشمسية من المذنبات ومن الكويكبات التي محتمل أن تصدم الأرض وتنهي الحياة على الأرض. طيب وماذا عن زحل؟ زحل هو طبعا كوكب غازي أيضا. كواكب غازية 4. كوكب غازي لديه حلقات معروف في الحلقة الجاية إن شاء الله وندور نعطي لكم صور لمجموعة الكواكب. وكوكب جميل عنده مجموعة هائلة من الأقمار من أشهرهم قمر تايتن وصلته بعثة كاسيني سنة 2004. وهذا الكوكب هذا القمر طبعا لديه مواصفات غريبة. لديه بحار من غاز الميتان ولديه مثلا قدوا نشبروا عليه مثلا كثبان رملية ونشبروا عليه هذا يعني طبعا لا يدعم الحياة كما نعرفها نحن. بحار من غاز الميتان هذا ليس مائي ممكن أن أحيانا طبعا. طيب وماذا عن إيرانوس؟ إيرانوس هو كوكب غازي أيضا من كواكب المجموعة الشمسية. يتميز بأنه يشبه كثيرا كوكب زحل ولكنه محوره يميل شيئا ما عن كوكب زحل. شكله يختلف كثيرا عن كوكب زحل. يتألف هو كوكب غازي ويتألف من مجموعة كثيرة من الأقمار فقط هذا هو. طيب نبتون يمكن أن تكون قدمت حوله يعني مختصرا باعتباره كوكبا أصبح خارج هذه المجموعة الشمسية. بلوتون هو الكوكب الأخير من المجموعة الشمسية. نبتون كوكب من ضمن كواكب المجموعة الشمسية هو عملاق غازي. وطبعا يتألف سطحه من غاز الميتان غلافه الجوي من غاز الميتان. ينتشوفه بالتلسكوب لتشوفه كوكب أخضر يشبه كثيرا الكواكب الخضراء. وطبعا بعده عن الشمس حوالي 2 مليار كيلومتر. يعني عندما تقف على سطح نبتون تشاهد الشمس كنجمة. وبالطبع سيكون بارد جدا نتيجة بعده عن الشمس. درجة حرارته تصل ناقص 235 درجة ولم تصله بعثات استكشافية. طبعا وصلته بعثات استكشافية فواياجر الآن خرجت المجموعة الشمسية وصورت نبتون وصورت بلوتون. طبعا طيب سوف نعود لهذه المجموعة الشمسية وعلاقتها بنا نحن كبشر. هل توجد مؤشرات على وجود حياة على أحد كواكب المجموعة الشمسية بالطبيعة الحال ما عدا الأرض؟ طبعا حتى الآن لم توجد أي مؤشرات على وجود حياة باستثناء اكتشاف المياه على سطح المريخ. وطبعا من المحتمل أن قمر أوروبا التابع لكوكب المشتري عبارة عن صخور جليدية. قال العلماء أنه من المحتمل أن يكون تحت هذه الصخور الجليدية هناك ماء ومحيطات وحياة. يعني
مناخ يدعم حياة معينة، ولكن لم تصله أي بعثة استكشافية حتى الآن. لا توجد حياة قاع ذكية على المجموعة الشمسية إطلاقا باستثناء كوكب الأرض. طيب لنعود للأرض وارتباط الأرض بتابعها القمر، هل من دور أو تأثير القمر على حياتنا؟ طبعا القمر هذا البعض يراه أنه يضوينا في الليل وأنه ما عنده أي دور القمر. إلينا قبض القمر ونقلعوها عن الأرض لتنتهي الحياة على الأرض نهائيا. سببين، القمر مسؤول عن ظاهرة تسمى ظاهرة المد والجزر في البحار. جاذبية القمر تجذب المسطحات المائية، وبسبب حركة المسطحات المائية يتشكل الأكسجين في داخل البحار، وهذا يساهم في تشكل الحياة داخل البحار. عندما نلغي القمر من الأرض، يعني نبعد القمر عن الأرض، ستصبح المياه كلها راكدة وستنتهي الحياة في البحار المحيطة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن ستبدأ فيضانات قوية، يعني القمر يتحكم في حركة المحيطات، ستحدث فيضانات قوية. النقطة الرابعة أن جاذبية القمر تأثر على دوران الأرض حول نفسه، يعني أن الأرض تدور حول نفسها 24 ساعة. لماذا لا تدور مثلا في 4 ساعات ولا 5 ساعات؟ جاذبية القمر هي لتعيق دوران الأرض حول نفسها بسرعة، تجعلها 24 ساعة. وهي 24 ساعة 12 ساعة من النهار تسمح بعملية تشكل البناء الضوئي في النباتات، وتسمح بوجود الشمس هي مصدر الحياة على الأرض. عندما نبعد القمر ستدور الأرض بسرعة قوية، وهذا يسبب أن الأرض أن الليل والنهار لهي تعاقبوا لنا في كل 6 ساعات ولا 4 ساعات. وهذا لهي طبعا ينهي الحياة على الأرض. في طبيعة الحال في بعض مناطق الأرض توجد ليل ل 20 ساعة، وفي بعض لها النهار لمدة 5 ساعات أو 4. في المناطق القطبية طبعا نتيجة طبعا الأرض تميل عن محورها بزاوية معينة. يعني وهذا ميلان الأرض عن محورها سببه جاذبية القمر. لولا جاذبية القمر لكانت أشعة الشمس تصلنا بشكل عمودي، ولكانت درجة الحرارة أعلى بكثير بحيث لا نستطيع أن نتحملها، تتحمل وجود الحياة. طيب هذه الكواكب مجتمعة، ما هو تأثيرها على كوكب يعني تأثيرها على الحياة على كوكب طبعاً الأرض؟ قلت لك ركاتيها أن المشتري أنه أنقذ الأرض عدة مرات من النياسك والمذنبات التي تصطدم بها وتنهي الحياة على الأرض. طبعاً المشتري كوكب غازي عملاق، دوره هو جذب المذنبات وجذب هذا. طبعاً هي منظومة مكتملة هدفها طبعاً دعم الحياة على كوكب الأرض. به للمشتري قطعا سنة 94 كان مذنب يتجه نحو الأرض بشكل مباشر، مذنب عملاق، وكان لو كان أخبط الأرض كانت هي تنتهي الحياة بشكل نهائي، وجذبوا المشتري ودمروا. طيب يعني ندين للمشتري بالكثير من طبعاً من حياتنا و الله تبارك وتعالى، وبطبيعة الحال هذا كله الكون بيد الله وهو المتصرف فيه، وهذه الطبيعة كلها أيضا بتقدير وبتقويم قادر. طبيعة الحال العمر هذه المجموعة الشمسية بكم تقدره؟ طبعا هذه المجموعة الشمسية نشأت من 4.5 مليار سنة. يعني عمر الأرض حوالي 4.5 مليار سنة تقريبا. طيب هذا هو نتيجة الأبحاث الفيزيائية والجيولوجية. طيب هذه عملية القزو المستمرة لكواكب المجموعة الشمسية، ما هو المغزى المأمول منها؟ طبعا هو الدور هو فضولية الإنسان أولا، وطبعا البحث عن حياة ولا البحث عن موضع قدم في الكواكب. كواكب المجموعة الشمسية كان يجبر موضع قدم في كوكب يدعم الحياة ولا شيء، هذا هو الهدف في النهاية. وطبعا فضولية الإنسان هي اللي تدفعه دائما، خلق الله عز وجل فيه أنه يكتشف العوالم ويكتشف الأشياء البعيدة عنه، وهذا طبعا حكمة عند الله عز وجل. وفي النهاية العلم ما هو؟ هل تعتقد أن الفضول وحده هو الدافع الإنسان لكي يسعى لاكتشاف هذه المجموعة؟ ليس الفضول فقط، البعض الآن يبحث عن هو البحث عن أراضي جديدة تدعم الحياة، والبحث عن أصل معرفة أصل الحياة على كوكب الأرض، ومعرفة مثلا إذا كانت هذه الكواكب دعمت حياة في يوم من الأيام، سبب انهيار الحياة في هذه الأيام كواكب شنو ياك نتفاداه في المستقبل. ويعني بعض ملامح هذا القزو
تأتي على شكل مؤخرا على شكل أفواج سياحية، والبعض بدأ يحجز مكانه في هذه الأفواج السياحية، وكمان بعض الدول أصبحت يعني تنفق بسخاء على عملية القزو. هل تعتقد أن الأرض في يوم من الأيام ستبقى لبعض العاجزة والغير قادرين على المقادرة؟ طبعا هذا اللي نتاو نتكلموا عنه. ما الأرض طاردة لسكانها؟ لا لا، الأرض ليست طاردة لسكانها، ولكن طبعا هذا الكلام قد نتكلموا عنه بعد ملايين السنين. نعود عدد سكان كوكب الأرض يزيد على مليارات، تعود الأرض ما تقدر تتحمل السكان. يعود مثلا العلم قد نفعنا نقدر نشبر كوكب يدعم الحياة وتبدأ الهجرة. طيب ماذا لو في بحثنا هذا اكتشفنا سكانا آخرين أقل منا يعني تقدما ويعيشون همجية زائدة، أو أنهم أكثر منا تطورا ويعني تقدما، وكان هذا وبالا علينا، ولعل بعض السفن الفضائية ذهبت تبحث وتضع يعني على إشهارها أنها تريد السلام والعافية من بقية سكان المجموعات. طبعا فواياجر 1 هذه خاصة المجموعة الشمسية سنة 2013 مرسوم فيها خريطة للأرض وموقعها في المجموعة الشمسية، وموسيقى ورسالة بجميع لغات العالم تدعو فيها سكان النجوم بالسلام، وهم دعاة سلام وما إلى ذلك. طبعا من المحتمل، والله أعلم، يا لجرأة ويخلق ويخلق ما لا تعلمون. طيب هذه الفواياجير وهي تحمل هذه موسيقى البشر إلى مجموعات، هل تعتقد أنهم يقدرون بوجود إنسان آخر أكثر تطورا أو أقل همجية منه؟ لا أعرف، حتى الآن المجموعة الشمسية لا توجد عليها حياة، والتلسكوبات لم ترصد أي حياة في النجوم أو في الكون على أجمع باستثناء الأرض. عندما وقعت أقدام الإنسان كوكب المريخ، يقال الإنسان لم يطع كوكب المريخ، لا هذا الغزو الأمريكي ل 69 للقمر، للقمر صح القمر، يقال بأنه وجدت آثار حياته وماذا؟ لا، القمر وجد عليه بقايا تصادم مذنبات من ملايين السنين، كان القمر تصدمه مجموعة هائلة من المذنبات، لكن البقية هي مجموعة من لا أعرف أساطير علمية، قد تقول أساطير علمية وما إلى ذلك، لم يثبت شيء. يعني يثبت شيء. هناك مدارس علمية تتنافس على وجود بشر أكثر تطورا منا وأقل همجية منا، هل حتى الآن لم يثبت أي حياة خارج الأرض، حتى لا في المجموعة الشمسية ولا في نجوم مجرة درب التبان، حتى الآن لم يرصد تلسكوب أي حياة تتحرك. وماذا هذا الكون باستثناء هذه المجموعة العلمية التي تفترضها، على ماذا تتأسس فرضياً؟ طبعاً هذه الأشياء إن كانت موجودة لم تعلن بشكل رسمي نتيجة لم تعلن بشكل أبحاث علمية. وما هو أهم رواد هذه المدارس العلمية؟ طبعاً هناك علماء من ناسا يفترضون وجود حياة في النجوم وحياة في المجرات الأخرى وما إلى ذلك، وطبعا هناك ابحاث علميه للبحث عن كائنات فضائيه ذكيه، ولكن حتى الان لم يثبت وجود شيء. لم يثبت وجود شيء. طيب سننتقل الى الشمس. هذه الشمس التي نحن الان نجلس في لحظه غروبها، ما طبيعتها؟ ما هي مكوناتها؟ طبعا وهل لمخزونها ان ينفد؟ طبعا الشمس عبارة عن اندماج ذرتين من الهيدروجين ويتحول شو ذرة من الهيليوم. بسط لي هذا علميا. طبعا اندماج الاندماج واضح، يعني ناخذ ذرة من الهيدروجين ذرتين من الهيدروجين وندمجهم مع بعض تتحولان شو ذرة من الهيليوم. لين نوزن ذرة الهيليوم وذرتين الهيدروجين نجبروا فرق في الوزن. هذا فرق في الوزن ماذا جرى له؟ تحول الى طاقة، هاي الطاقة عبارة عن الحرارة اللي نحس بها يوميا عن طريق أشعة الشمس. هذا طبعا الاندماج ملايين الاطنان من الهيدروجين تتحول الى ملايين الاطنان من الهيليوم من 4.5 مليارات سنة. يوما ما هذا المخزون سينفذ، عندما ينفذ هذا المخزون بعد قدره العلماء حوالي 3 ملايين سنة. طبعا هذا المخزون عندما ينفذ ستتحول الشمس الى عملاق احمر، سيجذب كوكب عطارد وكوكب الزهره، وطبعا ستنتهي الحياه على الارض نهائيا. هذا هو اللي هذا هو النظريه العلميه لنفاذ مخزون الشمس. وهل
يعني علميا الآن هناك مؤشرات على تقلص أو يعني تناقص هذا المخزون؟ طبعا يتناقص يوميا. هو مخزون ثابت، مخزون من الهيدروجين ثابت، وهذا المخزون يتحول إلى هيليوم كل ثانية وكل دقيقة، طبعا يتناقص. طيب، المجموعة الشمسية في حالتها هذه هل توجد مجتمعة، هل يوجد لديها مهددات من خارجية؟ خارج المجموعة الشمسية. خارج المجموعة الشمسية. طبعا هناك انفجارات تدعى السوبر نوفا، عبارة عن نجوم تنفجر. طبعا في وسط المجرة هناك حركة نشطة لانفجارات نجمية، ولادة نجوم، تشكل نجوم، ما إلى ذلك. هذه الانفجارات السوبر نوفا عندما تصل أشعتها للأرض طبعا ستؤدي لنهاية الحياة للأرض. طيب، طبعا الكون مكان عدائي. عدائي تماما. عدائي يعني أن العداء يعني ظاهرة طبيعية، ظاهرة كونية، ظاهرة الكونية وليس ظاهرة بشرية في النهاية. لا ليس ظاهرة بشرية. ديبي سكاي أو السماء العميقة والأجرام التي تعيش خارج المجموعة الشمسية هي موضوع حلقتنا الأخيرة القادمة، فلا تبتعدوا مشاهدي الأكارم، في حلقتنا الأخيرة سوف نطالب ضيفنا بحمل منظاره لرؤية الكون أو تلسكوبه بتعبيره العلمي، فيرينا النجوم ولعل كاميرتنا قادرة على رصد تلك الظواهر في فضاء صحراوي شأن البلد الموريتاني. إلى ذلك الحين أتمنى لكم أوقات ممتعة، وأشكر ضيفي على حديثه عن المجموعة الشمسية بالغ التقدير.